أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعله الصعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نكمل حل تمارين على العلاقة والدالة. عرفنا بأن العلاقة هي العلاقة بين سين وصاد، علاقة من سين لصاد، هي عبارة عن العلاقة بين عناصر سين أو بعض عناصر سين إلى عناصر صاد أو بعض عناصر صاد. عرفنا الدالة هي علاقة زائد شرط. إيه هو الشرط؟ إن جميع عناصر المجموعة الأولى تظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. زي ما قلنا، ما لو قلنا ان دي مجموعة الابناء ودي مجموعة الاباء الامهات، بتجد ان كل ابن له ام واحدة وليس لكل ابن امين. ما ينفعش لكل ابن امين، وما ينفعش ابن يكون ملوش ام. يعني لو ابن واحد ده اتنين ده تلاتة خمسة باء جيم، لازم لكل ابن أم واحدة، ما ينفعش بل الاتنين تبقى ايه لها أمين، ما ينفعش تبقى مهيش دالة. يبقى لكل ابن أم واحدة، ما ينفعش ابن ملوش أم. ممكن ابن، ممكن أم لها ابنين عادي، لكن يبقى لكل ابن أم واحدة، ولكل الأبناء أمهات، لكل الأبناء أمهات، وكل ابن له أم واحدة. دي تبقى دالة. عرفنا المجال اللي هي الأبناء المجال، وكل التانية دي المجال المقابل اللي هي الأمهات. أما العناصر اللي بتظهر كأمهات حقيقية، كأمهات أنجبت، يعني لو قلتنا هنا واو، يبقى العناصر دي وده وده التلاتة اللي هي ألف ألف وباء وجيم هي المجال، أما واو ليس داخل مجال. المدى، يبقى المدى ألف وباء وجيم، أما المجال المقابل ألف وباء وجيم، يبقى بنزود كل الأمهات، كل الأمهات اللي أنجبت واللي ما أنجبتش. كنا توقفنا عند المسألة 12 11، بيقول إذا كانت سين وصاد، سين واحد اثنين ثلاثة أربعة وصاد بتساوي صاد تنتمي إلى طاء، مجموعة العناصر صاد حيث صاد تنتمي إلى طاء أعداد الطبيعية، وصاد أعداد زوجي أقل من أو تساوي 10. الأعداد الطبيعية الزوجية اللي أقل من 10 هتبقى هي صاد بتساوي زوجي الاثنين والأربعة والثمانية والستة والثمانية وتساوي، يبقى هو العشرة ونقفل الفاصل. حيث طاء مجموعة الأعداد الطبيعية، وعين علاقة من سين لصاد، حيث ألف عين باء تعني أن ألف نص باء، ألف نص باء، لكل ألف تنتمي سين وباء تنتمي صاد. أكتب بيان عين، يبقى بيان عين بيساوي البيان ده نص ده، يبقى واحد واثنين، الألف نص باء، بعد كده اتنين وأربعة، بعد كده تلاتة وستة، بعد كده أربعة وتمانية. دي الأزواج. كتبنا بيان عين مثلها بمخطط سهمي. طبعا هتعمل سين هنا صاد هنا، سين واحد واتنين وتلاتة وأربعة، وصاد اتنين أربعة ستة تمانية عشرة، الواحد مع الاتنين، اتنين مع أربعة، تلاتة مع ستة، أربعة مع تمانية. بين أن عين دالة. طبعا عناصر سين ظهرت كمسقط أول مرة واحدة، يبقى إذا عين دالة، لأن جميع، هنقوله دالة ليه؟ لأن جميع عناصر سين ظهرت كمسقط أول ومرة واحدة فقط. كل عنصر يعني ظهر كمسقط أول مرة واحدة. أوجد المدى، يبقى المدى اللي هي الأمهات التي أنجبت، الأمهات التي أنجبت فقط، اللي هي اتنين
أربعة ستة تمانية بس كده. سؤال 12، إذا كانت س ص ع علاقة من س تعني أ زائد ب عدد أولي، طبعا عارفين الأعداد الأولية لا تقبل قسمة إلا على نفسها وعلى الواحد على نفسها والواحد الصحيح. أول الأعداد الأولية كان الاتنين والتلاتة يليه والخمسة والسبعة والحداشر، تسعة ما تقبلش، تسعة تقبل على نفسها وعلى التلاتة كمان وعلى الواحد والتلاتاشر وهكذا، دي الأعداد الأولية. طيب هو مجموع الاتنين أولي، يبقى هيبقى العلاقة بتاعتنا العلاقة بتساوي واحد واتنين، ماشي واحد واتنين تلاتة أولي. طيب واحد وتلاتة أربعة لأ، واحد وسبعة تمانية لأ، طب اتنين واتنين أربعة لأ، اتنين وتلاتة، اتنين وتلاتة خمس، يبقى اتنين وتلاتة، اتنين وسبعة تسعة مش هيقبل، الاتنين مش أولي يعني تسعة تقبل على التلاتة، يبقى تلاتة واتنين خمس، يبقى تلاتة واتنين، تلاتة وتلاتة ست، ما يبقى تقبل على الاتنين كمان مش أولي، تلاتة وسبعة عشر يقبل على الاتنين على الخمس، يبقى واحد واتنين وتلاتة واتنين وتلاتة وتلاتة وأربعة، يبقى جميع عناصر س ظهرت كمسقط أول مرة واحدة. واحد اتنين تلاتة، كل واحد ظهر مسقط أول مرة واحد. اكتب بين عين ومثله مخطط سامي، هل عين دالة؟ طبعا التمثيل انت بتمثله بقى، عين دالة نعم، لأن جميع عناصر س، لأن جميع عناصر س ظهرت كمسقط أول مرة واحدة. إذا كانت اتنين عين اتنين ألف عين تلاتة تنتمي للبيان فأوجد قيمة ألف. اه بيقول لك اتنين عين اتنين ألف، اتنين في ألف عين تلاتة، يعني المسقط التاني هيبقى تلاتة اللي هو ده. طيب والمسقط الأول في بعضه كده هيبقى لازم هو تنتمي العين تنتمي للبيان، يبقى لازم الزوج ده يتحقق. المسقط التاني تلاتة متحقق، المسقط الأول لازم يساوي اتنين، يبقى اتنين ألف بتساوي اتنين، أي أن ألف هتساوي واحد. بنقول بما أن اتنين ألف عين تنتمي عين تلاتة تنتمي لبيان عين، يبقى إذا اتنين ألف بتساوي اتنين، يبقى إذا ألف بتساوي واحد. إذا كانت س وص وكانت عين حيث أ عين ب تعني أ تربيع بتساوي ب، لكل أ تنتمي لس وب تنتمي لص، اكتب بين عين ومثيلة بالمخطط، دي كارت نكتب البيان. هو بيقول أ تربيع بتساوي ب، يبقى عين بتساوي عين بتساوي إيه؟ البيان. أ تربيع يساوي ب، يبقى هنربع السالب واحد هيديني واحد، هنا الواحد اهو، يبقى سالب واحد واحد، نربع السالب واحد وواحد، طب ربع الصفر يبقى صفر، ربع الواحد واحد، نربع الاتنين أربعة، اهي الأربعة، ربع التلاتة في تلاتة بتسعة، تلاتة وتسعة. هل عين دالة مع ذكر السبب؟ شوف سالب واحد ظهر، سالب صفر واحد اتنين تلاتة، اه نعم دالة مع ذكر السبب، جميع العناصر ظهرت مرة واحدة. 14، إذا كانت س ص وكانت عين علاقة حيث تعني أن أ تكعيب بتساوي ب، أ تكعيب بتساوي ب، نكعب الأ، سالب في سالب بسالب، سالب كمان بسالب، يبقى نقول عين بتساوي سالب اتنين، هيبقى مع مين؟ نشوف كده، سالب اتنين هتدي سالب تمانية، هل هنا سالب تمانية؟ لا، يبقى ما تنفعش اتنين. طب سالب واحد هيدي هيدي سالب واحد، ما ينفعش سالب واحد. طب الواحد، يبقى الواحد هيدي واحد مهما تكعبه هيدي الواحد، يبقى واحد أول حاجة واحد. اتنين هتدي تمانية، يبقى واحد واحد
82، يبقى هي دي العلاقة. اكتب بيان عين ومثله مخطط سام واخر بياني، ما قالش هل هي دالة ولا لا، لانها ما هيش دالة. اذا كانت سين والصاد وكانت عين علاقة من سين للصاد والف عن باء، تعني باء بتساوي اتنين الف اتنين اس الف، الباء بتساوي اتنين اس الف. يعني انا لو خدت الالف بسالب اتنين يبقى احسب له اتنين اس سالب اتنين بتساوي واحد على اتنين تربيع بتساوي واحد على اربعة. يبقى الاتنين معاها كام؟ واحد على اربعة. دي اول زوج. هل هنا؟ طيب لو اخدنا سالب واحد هيبقى اتنين والسالب واحد، تبقى تنزل في المقام تبقى واحد على اتنين، يبقى السالب واحد ونص. طب اذا اخذنا صفر اتنين الصفر بواحد يبقى صفر وواحد. اذا اخذنا الواحد يبقى اتنين اس واحد ب واتنين يبقى واحد واتنين اهي. اذا اخذنا الاتنين يبقى اتنين واحد، اتنين في اتنين باربعة يبقى اتنين واربعة. دي اخر زوج. جميع عناصر السين ظهرت، سالب اتنين سالب واحد صفر واحد اتنين، كلهم ظهروا مسقط اول مرة واحدة، يبقى اذا دي دالة. هل دالة؟ نعم. مع ذكر مداها، المدى بقى ربع ونص، ربع ونص، واحد واتنين واربعة بس مش كل، يبقى المدى الربع النص واحد اتنين اربعة. إذا كانت س ص عين علاقة، حيث أ عامل من عوامل باء، عامل من عوامل باء، يعني ده أحد الأرقام اللي بتتضرب في نفسها تدي ده، يعني اتنين في خمسة بعشر، يبقى ده عامل، خمسة برضو عامل للعشر، التمانية عامل لستاشر وهكذا، فإحنا بنشوف الاتنين معاه واحد، يعني يبقى عين بتساوي اتنين، يبقى أ عامل من عوامل باء. يبقى تبقى اتنين مع العشر واتنين مع ستاشر واتنين مع اربعة وعشرين واتنين مع تلاتين، كل دول عواملهم الاتنين عامل من عواملهم. الخمسة بقى للعشرة والتلاتين بس، يبقى خمسة مع العشرة، خمسة مع التلاتين. طب ايه التمانية مع الستاشر ومع الاربعة وعشرين؟ تمانية مع ستاشر، تمانية واربعة وعشرين. عين مخطط سام واخر بيان، هل عين دالة؟ طبعا ماهيش دالة، لان ظهر كمسقط اول اكثر من كل واحد فيهم. طيب نشوف بعد كده. إذا كانت س وص علاقة، تعني أ تقسم باء، يعني أ يعني الباء تتقسم على الباء، تقسمها على الألف بدون باء، تدي ناتج بدون باء. يبقى إذا اتنين مع ست فالتلاتة، يبقى عين بتساوي أ تقسم باء، يعني تقسم دي على دي تدي ناتج بدون باء. يبقى اتنين وست مع اتنين وتمانية، اتنين وعشرة، كل دول الاتنين عام تقسمهم، تقسم الستة والتمانية والعشرة، تلاتة مع خمستاشر، إلا أربعة مع التمانية. مسائل على العلاقة والدالة من مجموعة لنفسها، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. شكل مقابل يمثل دالة على س، دي دالة. المدى بتاعها شوف بقى، واحد طالعة منين؟ من ألف لنفس لألف، يبقى المدى ظهر عندي ألف، طالع من باء لألف برضو ألف، من جيم لألف برضو ألف، يبقى المدى ألف. شكل ممثل على س مداها ايه بقى؟ اهو شايف، طالع من واحد لما لسالب واحد، سالب واحد،
يبقى المدى عند سالب واحد، ومن صفر للصفر، ومن سالب واحد لسالب اتنين، يبقى سالب اتنين، من سالب اتنين لسالب واحد كتبته، يبقى المدى سالب واحد صفر سالب واحد وصفر وسالب اتنين، سالب واحد سالب اتنين وصفر. إذا كانت س واحد اتنين تلاتة، بعد كده إذا كانت س بتساوي ست واحد واتنين وتلاتة وأربعة، فأي من المخطط سهمية الآتية عبر عن دالة على المجموعة س. شوف هنا بادئين من واحد لمين؟ لتلاتة. طيب من تلاتة لمين؟ لأربعة. ومن أربعة من اتنين لمين؟ لأربعة. ومن اتنين لمين؟ لتلاتة. بدي ليست دالة، لأن الاتنين تظهر مرتين، ليست دالة. ده من أربعة لواحد، من اتنين لأربعة، ومن واحد لتلاتة، من تلاتة لواحد، يبقى أربعة لواحد وتلاتة لواحد. لكن كل هنا ايه اللي حصل؟ ان التلاتة لأربعة، من اتنين لتلاتة، ومن اتنين لأربعة، يعني الاتنين ظهرت مرتين. لكن دي غيرها، دي واحد لتلاتة، من تلاتة لواحد، ومن أربعة لواحد، ومن اتنين لأربعة، يعني كل واحد الواحد ظهر مرة، الاتنين مرة، تلاتة مرة، الأربعة مرة، يبقى دي دالة. طيب الواحد لتلاتة، وأربعة لواحد، واحد لأربعة، يبقى الواحد ظهر مرتين، يبقى ليست دالة. إذا كانت س وكانت ع علاقة على، تعني أن أ معكوس جمعي لباء، أ معكوس جمعي، يبقى العلاقة بتاعتنا هتبقى عبارة عن إيه؟ ع بتساوي آخد الستة معكوس سالب ستة، اللي هو موجود أهو، وأربعة سالب أربعة، اتنين سالب اتنين. وصفر وصفر، وكمان سالب بقى اتنين واتنين، وسالب أربعة وأربعة، وسالب ستة وستة. كل العناصر اللي هنا ظهرت كمسقط أول مرة واحدة، يبقى دي دالة. مثلها بمخطط سهمي واكتب بين عين. طبعا علشان تمثلها بمخطط سهمي بلاش الاسهم اللي في مكان واحد، دي اعملها كده، دي س ودي س. طبعا عندنا اول حاجة ستة اربعة اتنين صفر، سالب اتنين سالب اربعة سالب ستة، نفس الكلام ستة اربعة اتنين صفر، سالب اتنين سالب اربعة سالب ستة، من كل واحد لمعكوسه. يبقى دي دالة. دالة مع ذلك تساوي، والمدى احنا عارفين كل ده هيبقى المدى. إذا كانت س بتساوي وعين علاقة من حيث أ زائد 2ب، أ زائد 2ب بتساوي عدد فردي لكل أ، وفي أ زائد 2ب بتساوي عدد فردي، يبقى أجمع واحد هاخد عنصر وليكن الواحد، يبقى أقول لعين عين بتساوي واحد، واحد عوض بها هنا اللي هي الألف، و عايز عدد اضربه في اتنين، يبقى اتنين في اتنين باربعة، واحد خمسة، يبقى واحد مع اتنين، عشان اضرب اتنين في باء باربعة، واحد خمسة. طب لو خدت الواحد واحد، واحد واتنين في واحد باتنين، واحد تلاتة، يبقى لسه برضو واحد واتنين.
طب واحد في واحد وتلاتة، الاتنين في تلاتة بستة، واحد سبعة، يبقى واحد وتلاتة هيبقى الواحد مع كله. واحد وست، اتناشر وواحد تلاتاشر، واحد وحداشر، اتنين وعشرين، واحد تلاتة وعشرين. خلصنا الواحد، ننتقل للاتنين. الاتنين هيبقى مع الأداة الفردية، لأن اتنين لما تاخدوا اتنين في واحد باتنين، واتنين بأربعة. طب الاتنين في اتنين بأربعة، وواحد واتنين، احنا خدنا الاتنين مكان الألف تبقى اتنين، واتنين في اتنين دي ثابتة، تضرب الواحد في اتنين باتنين، واتنين أربعة. الاتنين دي ثابتة مكان الألف، تضرب التلاتة في اتنين بست، واتنين تمانية. يبقى ده مش كل الاتنين دي مش نافعة مع أحد، يبقى التلاتة هتنفع مع كله. ستة مش هتنفع، الحداشر هتنفع مع كله. يبقى التلاتة مع الواحد، اتنين في تلاتة بستة، واحد سبعة. تلاتة مع الاتنين، الاتنين في تلاتة بستة، والاتنين في اتنين بأربعة، وتلاتة سبعة، وهكذا. الحداشر نفس الكلام. يبقى هيديني العلاقة بتاعتي واحد مع كل ده، تلاتة مع كل ده، الحداشر مع كل ده. طبعا دي ليست دالة. إذا كانت س تنتمي لطاء، وس ما بين أكبر من أو تساوي واحد وأقل من أو تساوي تلاتة، وطبيعي يبقى هيبقى واحد واتنين وتلاتة، دي س. وعين علاقة على س، حيث يعني من س لنفسه، حيث ألف عين ب تعني ألف زائد ب يقبل القسم على تلاتة، تجمعهم الاتنين سوا يقبلهم على تلاتة. هيبقى ايه العلاقة بتاعتنا؟ عين بتساوي، لو انا اخدت، انت هتجمع الاتنين سوا يقبلوا على التلاتة، لو اخدت الواحد مع نفسه مش هينفع، واحد واتنين تلاتة يبقى على التلاتة في الواحد، ويبقى واحد واتنين، واحد وتلاتة اربعة مش نافع. طيب اتنين وواحد تنفع، تلاتة على التلاتة في الواحد، طب اتنين واتنين مش نافع، اتنين وتلاتة خمسة مش هيقبل على التلاتة. طيب تلاتة مع الواحد أربعة مش نافع، تلاتة واتنين خمسة مش نافع تقبل على التلاتة، تلاتة وتلاتة ستة يقبل على التلاتة في الاتنين. يبقى واحد واتنين وتلاتة ظهر كمسقط أول مرة واحدة، يبقى دي دالة. اكتب بين عين مثل مخطط سما، واذكر هل عين تمثل دالة أم لا دالة، واذكر ما إذا كانت دالة اذكر المدى. دالة المدى اتنين واحد تلاتة، ده المدى. إذا كانت س بتساوي واحد واتنين وتلاتة، واتنين وواحد اتنين أربعة ستة عشرة، وكانت عين علاقة على س، حيث ألف عين ب تعني ألف مضاعف ب، ألف مضاعف ب، يبقى ألف دي هتبقى من مضاعفات الأعداد ب، هي تبقى عندنا ألف مضاعف ب، يعني اللي هتاخده في ألف الباء يقبل اسم على الباء وبدون باقي، بمعنى إن الواحد هيبقى عين بتساوي الواحد مضاعف لنفسه. طيب الاتنين مضاعف للواحد ومضاعف لنفسه، بخلص الواحد الأربعة، الأربعة مضاعف للواحد ومضاعف الاتنين ومضاعف لنفسه، الستة مضاعف للواحد مضاعف للاتنين مضاعف لإن مش هيبقى للأربعة، مينفعش مضاعف لنفسه، مفيش تلاتة. طب العشرة مضاعف الواحد مضاعف للاتنين ومضاعف لنفسه، مضاعف يعني تقبل اسم عليه وبدون باء، يعني تقسم الألف على الباء بدون باء، هو هيبقى مع نفسه مع الواحد مع الأعداد اللي يقبل اسم عليها بدون باء، دي معنى المضاعف. خلاص. يبقى خمسة وعشرين، إذا كانت س
دي، وكانت عين علاقة على س، حيث ألف عن ب تعني ب بتساوي القيمة المطلقة لكل ألف، لكل ألف تلتم س وب تلتم لس. يعني هناخد سالب اتنين ألف عن ب بتساوي القيمة المطلقة لألف، ب اللي هو الباء اللي في المسقط التاني بدي 25 عين، حاتب الباء اللي هو المسقط التاني بيساوي القيمة المطلقة للألف. يعني أنا أخدت ألف سالب اتنين يبقى باء اللي هي القيمة المطلقة له، تمام. هنا مش هينفع غير كل عدد بنفسه بس، يبقى سالب واحد القيمة المطلقة له واحد، صفر القيمة المطلقة له صفر، واحد القيمة المطلقة له واحد، اتنين القيمة المطلقة له اتنين، تمام كده. يبقى خلصنا الأزواج بتاعتنا. بتلاحظ إن المسقط الأول العناصر المجموعة ظهرت كمسقط أول مرة واحدة، يبقى دي دالة، هنمثلها بمخطط ذهني، انتوا عارفين الكلام ده، مش محتاج في التمثيل. ناخد بقى الأمثلة المسائل المتنوعة. إذا كانت س وص وكانت عينا دالة من س لص، حيث ألف عين بقى تعني إن ب بتساوي ألف تربيع ناقص واحد، لكل ألف تنتمي س وب تنتمي ص، مثل أوجد قيمة لام الأول. عاوزين نجيب قيمة لام، هو بيقول إن ب بتساوي العنصر اللي كتب في المسقط التاني، يعني بيساوي مربع الأول ناقص واحد. طيب يبقى نقول ج 26 بتقول ايه بقى؟ اهو ج ع بتساوي، قلنا هناخد ألف بسالب اتنين، تبقى بقى بكام بقى؟ نربع الاتنين بأربعة، شيل واحد يبقى تلاتة. هل التلاتة موجودة هنا؟ يبقى تلاتة. ناخد الألف باتنين ونشوف الباء، الباء بتساوي اتنين في اتنين بأربعة، شيل واحد تبقى تلاتة، يبقى تلاتة كمان. و هناخد بعد كده الخمسة، ربعها هتديني 25، شيل واحد يبقى 24 و24. طيب هو قال لك ان ألف عن باء تعني دي علاقة على باء، يبقى اذا اللام، يبقى بما ان 25 تساوي 5 ولام، يبقى 5 ولام، المفروض 5 مع اللام هي 25، يبقى إذا اللام بتساوي 24، لأن زوج بيساوي زوج، تمام. يبقى اللام بتساوي 24، أو قيمة لام، مثل الدالة عين بمخطط سهم. طبعا الحاجات دي يعني مخططة السهم بقى مش هنتكلم فيها كتير، انتوا اعملوها. هيبقى هنا اهوت سالب 2 2 5 3 7 24 بدل لام، سالب 2 3 سالب 2 ل 3 و 2 ل 3 ام لها ولدين اهيت عادي، وديت ودي ام ما جابتش، يبقى دي داله. خلاص. اذا كانت س بتساوي وص بتساوي، فبين اي العلاقات الاتيه تمثل داله من س الى ص، عين واحد حيث ألف عين واحد باء تعني ألف بتساوي باء تربيع، يبقى نقول عين واحد أنا أهو، ألف بصفر، الباء لو خدناها بصفر يبقى المفروض ألف بتربع الباء تديك ألف، يبقى صفر وصفر. طيب لو خدت الباء باتنين مربعة تديني أربعة، لو خدت الباء بأربعة لأن هو بيقول ربع الباء تديك الألف، لو خدت الألف الباء بأربعة ربع تدي 16، يبقى دي عين واحد، تمام. أما العين اتنين جذر باء بقى، الألف جذر باء العكس، يعني تاخد جذر باء تدي لك الألف، حيث ألف عين باء برضو من س لصاد يعني، وألف تنتمي سيبه بقى تنتمي لصاد، الألف بتساوي جذر باء. طيب يعني أنا لو أخدت الصفر جذره بصفر،
بعين اتنين بتساوي صفر وصفر. طيب لو خدت الاتنين جذرها مش موجود في دي في الألف. طب لو خدت الأربعة جذرها مش موجود في الألف، يبقى بس صفر وصفر. طيب عين تلاتة، ألف عين تلاتة باء تعني نص ألف بتساوي باء. يعني لو أنا أخدت الألف أضربها في نص تديني باء، صفر في نص صفر، يبقى صفر وصفر. أربعة في نص باتنين يبقى أربعة واتنين. ستاشر في نص التمانية مفيش تمانية، يبقى كده عنصرين دول بس. خلاص يبقى هي ديت العناصر العلاقات بتاعت المسألة 27. طبعا هي عين واحد بس اللي دل، أما الباقيين ما هماش دول. طيب نشوف المسألة رقم 28. إذا كانت عين علاقة على مجموعة الأعداد الطبيعية طاء، حيث ألف باء تعني ألف في باء ب 12، لكل ألف تنتمي طاء وباء تنتمي لطاء. إذا كانت سين عين أربعة، هو بيقول ألف عين باء ب 12. طيب يبقى سين بكام؟ لما أضرب سين في باء المفروض سين بتلاتة، يبقى سين بتساوي تلاتة، عشان أضرب تلاتة في أربعة تدي لي الناتج بتاعهم 12. طيب صاد عين تلاتة صاد في أول كلمة صاد، طيب أضرب الصاد في إيه والصاد إيه؟ لو حطيت صاد هنا في إيه والصاد إيه هيديني حاصل ضرب ب 12، يبقى صاد باتنين عشان اتنين، وده تلاتة في اتنين، تلاتة في اتنين بستة، في اتنين ب 12، يبقى إذا صاد بتساوي اتنين. تمام. طيب أو تجيبها بطريقة تانية تقول تلاتة ص تربيع بتساوي اتناشر، تقسم على التلاتة يبقى ص تربيع بتساوي اتناشر، تساوي أربعة، يبقى إذا ص بتساوي زائد أو ناقص اتنين، يبقى ص بتساوي زائد أو ناقص اتنين. على فكرة زائد هتنفع وناقص هتنفع، لأن هو مشترطش إن بس إحنا هنا احنا بنشتغل على طاء، يبقى اذا مفيش نقص، يبقى كله بالموجب. خدت بالك كله بالموجب، لكن لو كان في الاعداد الصحيحه يبقى هناخد الص بالسالب، قيمتها سالب وموجب علشان ديت جذر تربيع. تمام. يبقى ننتبه للتعريفات ديت، واقول في طاء يبقى ما عنديش السالب. سؤال 29، اذا كانت عين علاقة على مجموعه الاعداد الحقيقيه موجبه ح موجب، أي زيها اهي ح موجب، حيث س عين ص تعني ان ص تربيع بتساوي 2 س. ص تربيع معنى العلاقه بتاعتي ص تربيع بتساوي 2 س، لكل س تنتمي لح موجب وص تنتمي لح موجب، وكان كل من الازواج المرتبه التاليه ينتمي لبيان عين الف واتنين، احنا عايزين الف وباء وجيم ودال، اوجد القيم دي. هو بيقول ألف واتنين، طيب هو بيقول إيه بقى؟ إن الص تربيع يعني المسقط ده هو بيساوي اتنين من المسقط ده. يعني هنقول إحنا إيه بقى عندنا هنا؟ لما يقول لي إن الص تربيع بتساوي اتنين س، يبقى أنا هقول له الص بك الص تربيع باتنين، ص تربيع بتساوي اتنين س، يبقى إذا ص تربيع باتنين الص نربعها تبقى أربعة. بتساوي اتنين ألف، يبقى إذا الألف بتساوي اتنين. تمام. طيب اتنين على تسعة باء، العلاقة بتاعتي بتقول ص تربيع، يبقى بما إن ص تربيع برضه هنعوض فيه، يبقى باء تربيع بتساوي اتنين في اتنين على تسعة بتساوي أربعة على تسعة، يبقى اذا باء هناخد الجذر الموجب عشان هي ح موجبه، يبقى باء بتساوي 2 على 3. طيب الثالثه بقى اللي هي دي ج بتساوي 3، يبقى 3 في 3 ب 9 بتساوي ج في 2، يبقى اذا ج بتساوي 9 على 2 بتساوي 4 ونص، بتساوي 4 وايه ونص. طيب دال اللي هي الصاد نربع بدل تربيع،
بتساوي 2 في 9 على 32. على دي في 16 بتساوي 9 على 16، يبقى إذا د هناخد جزء الموجب لأنها أعداد حقيقية موجبة، يبقى 3 على 4، يبقى د ب3 على 4. يبقى أنا جبت ألف وباء وجيم ود. السؤال 30، إذا كانت س بتساوي وكأين علاقة على س مع علاقة المعكوس الجماعي على س؟ ع 2 ده عين 1، وعين المعكوس الضرب، عين 2 معكوس الضرب. أوجد عين اللي هي بتساوي عين 1 تقاطع عين 2، وهل عين تمثل دالة ولا لأ؟ جميل، سؤال جميل. طيب الأول هجيب علاقة المعكوس الجمعي، عين 1 بتساوي 1 ومعكوسه سالب 1، الاتنين موجودين، 0 ومعكوسه 0، 1 ومع سالب 1 ومعكوسه 1، عين 2 المعكوس الضربي، طبعا معكوس الضرب 1 على 1، يبقى 1 و1، مش الضرب تقسم على 1 تخليه مقام، وصفر هينفع؟ لا، لأن الصفر ما ينفعش ننزله في المقام، مش هينفع أقسم على الصفر، يبقى باقي إيه بقى؟ سالب 1 و1 على سالب 1 اللي هو سالب 1. دي معكوس ضربي، ده معكوس جمع. بيقول لك ان عين بقى اللي عندنا بتساوي التقاطع بين الاثنين، بتساوي عين 1 تقاطع عين 2 اللي هتدي 1 وسالب 1، تقاطع ما هوش موجود هنا ولا موجود هنا ولا هنا، مفيش اي عنصر مشترك، يبقى بتساوي فاي. يبقى التقاطع بين الدوال دي العين 1 والعين 2 بيساوي فاي، تمام. وهل عين تمثل دالة على س؟ طبعا ما هيش دالة اطلاقا. نشوف السؤال 31، اذا كانت س وصاد، اذا كانت س بتساوي صاد بتساوي، كانت عين علاقة من س الى صاد، حيث الف عين باء تعني الف رقم من ارقام العدد باء. رقم، خلي بالك، رقم يعني 13 ضيف فيها رقمين الثلاثة والواحد، 31 الواحد والتلاتة، 65 65، دي معنى ألف رقم من أرقام ب باء. يبقى هتبقى العلاقة اللي عندنا بتساوي 1 و13 و1 و31. طيب 2 2 و23، وكمان لو خدنا الاتنين مفيش غير 2 و23. طب التلاتة مع 13 و31 و23، يبقى التلاتة مع 13، تلاتة مع 31، تلاتة مع 23. اكتب بيانين مثله مخطط سهل، التمثيل انتوا بتمثلوه سهل. بين ايا مما يلي صواب مع ذكر السبب. الاتنين عين من 65 طبعا غلط، لان دي ما هوش موجود في مكونات 65. الواحد دي صح، دي غلط، دي صح. اكتب بطريقة السرد، ميم بتساوي صاد و23، بحيث ان صاد و23 تنتمي العين. يبقى هنقول عبارة عن ايه؟ ميم بتساوي الصاد اللي هي فيها 23، هيبقى مين؟ 3 و23، وكمان و2 و23، ديت لل23، وايه كمان؟ الصاد بقى مع 23 التانية دي نفس الكلام مع ال2 وال23، يبقى مفيش غير كده. ما هو الاتنين هتشترك مع 23 والتلاتة مع 23 زي ما عملنا هنا، 3 مع 23 والاتنين مع 23 والتلاتة مع 23 تاني والتلاتة مع 23. يبقى احنا خلصنا الاتنين والتلاتة مع 23. شوف سؤال كده، اذا كانت الف وباء وكانت باء
دال بحيث دال تنتمي لطاء. وكانت عين علاقة من ألف ليه بقى؟ حيث سين عين صاد تعني إن صاد بتساوي 2 سين زائد 3، لكل سين تنتمي لألف صاد تنتمي باء. أوجد بين عين ومثله بمخطط سهم. طيب هو بيقول لك إن صاد هتاخد صاد بتساوي حيث صاد مسقط ثاني وسين مسقط أول، يبقى إيه أنت هتعوض عن صاد بسالب واحد، عن السين بسالب واحد. شوف صاد بكام؟ بنقول إن هو كده عند سين بتساوي سالب واحد. حلو، يبقى إذا صاد بتساوي سالب 2 زائد 3 بواحد. تمام. طيب هناخد صاد باتنين بسين باتنين، يبقى سين بتساوي واحد الأول، يبقى صاد بتساوي 2 في 1 باتنين واحد 5، ايه 2 في 1 باتنين وتلاتة 5. طب عند سين بتساوي 2، يبقى صاد بتساوي كام؟ 2 في 2 ب4 وتلاتة 7. يبقى هو بيقول تنتمي لطه، كل دول بينتموا لطه. يبقى عندي سالب واحد معوض في العلاقه دي، 2 في سالب واحد بسالب 2 و3 1. عند واحد يبقى 2 في 2، عند 2 في 1 ب2 و3 5. عند 2 2 في 2 ب4 و3 7. يبقى اذا العلاقه بتاعتنا هتبقى عباره عن واحد سالب واحد وواحد وواحد وخمسة واتنين وسبعة، هي دي العلاقة بتاعت الدالة. أوجد بيان عين ومثله بمخطط سهمي. طبعا هتمثله بمخطط سهمي وبيان عين خلاص جبناه. إذا كانت سين والصاد بين مع ذكر السبب أيا مما يأتي يمثل علاقة من سين إلى صاد. لام واحد وتلاتة، تمام، تلاتة وتلاتة، تلاتة وتلاتة، خمسة وتلاتة، لأ خمسة هي هنا دي مسقط أو موجودة في السين، مش موجود، يبقى دي ليست علاقة مش دالة، أنا هيك على إنها ليست دالة طبعا. طب الاتنين موجودة هنا، الأربعة هنا، الواحد موجود هنا معاه التلاتة أهي، التلاتة أهي موجودة هنا معاها التلاتة هنا أهي، تلاتة والأربعة، التلاتة والأربعة. يبقى دول كلهم نسميهم علاقة، لأن المسقط الأول موجود في السين والمسقط الثاني موجود في الصاد. إذا كانت سين بتساوي واحد تلاتة خمسة، وعين دل على السين وبيان عين ألف، وتلاتة وبقى واحد وواحد وخمسة، أوجد مدى الدالة. المدى تلاتة واحد وخمسة، تلاتة واحد خمسة دي المدى. القيمة العددية مقدار ألف زائد باء. الألف والباء ظهر هنا مين؟ الواحد، يبقى المفروض الألف والباء تلاتة وخمسة. تلاتة وخمسة كام؟ تمانية، بتساوي تمانية. ما هما اللي ما ظهروش، تلاتة والخمسة لازم يظهروا. ننتقل لأسئلة المتفوقين، باقي تلات أسئلة، معلش الفيديو طول واتحملونا بقى. إذا كانت س بتساوي سالب 2 سالب 1 0 1 2 وصاد الفترة 0 و 4، وكانت عين علاقة من س لصاد بحيث ألف عين باء، تعني أ تربيع بتساوي باء، أ تربيع بيساوي باء. تعني إن أ تربيع بيساوي إيه؟ باء. يعني أنا آخد عنصر للباء، يبقى نقول عين بتساوي الباء، هناخد أي عنصر ونربعه يديني ألف. ناخد السالب اتنين مثلا في الباء نربعه، مش هيدي السالب اتنين، مش هيدي حاجة هنا، مش هينفع. احنا هناخد العنصر سالب واحد من هنا وناخد جذره، سالب اتنين ملوش جذر، سالب واحد ملوش جذر، ما هو أنا عكس. أو ناخد باء، ناخد الألف نربعه يديني باء، خد الألف بتسالب اتنين، سالب اتنين ربع تديني أربعة، الأربعة بره الفترة دي مفتوحة هنا اهي، يبقى سالب اتنين مش نافعة، لو ربعناها هتدي أربعة. طيب ناخد سالب واحد نربعه يديني واحد، موجود في داخل الفترة، الفترة من صفر لأربعة، يبقى سالب واحد مربعه واحد.
صفر مربعه صفر، واحد مربعه واحد، الاتنين مربعها أربعة، الأربعة بره، يبقى الدالة بتاعتي سالب واحد، هي دي العلاقة. اكتب بين عين واذكر هل العلاقة عين دالة ليست دالة، لأن ليست جميع عناصر سين، عناصر سين لم تظهر جميعها متناسقة، أو جميع عناصر سين ما ظهرتش معانا كمسقط أول. طيب نشوف المسألة رقم 26. إذا كانت عين دالة من سين إلى صاد حيث ألف عين باء تعني ألف تقسم باء، نفس المسألة حليناها من شوية، و لكل ألف تنتمي سين وتنتمي صاد، وإذا كانت سين اتحاد صاد بتساوي 2 3 5 11 14 9 35، وكانت نون سين بتلاتة. أيوه، هنا بقى بيقول لك إن عندك مجموعتين سين وصاد اتحادهم ده كله، يعني دي لخبطة بتاعت سين وصاد على بعضها، وكان عدد عناصر سين بتلات عناصر، يبقى أنا عندي سين أنا عارف اللي هم تلاتة. وكمان قال لي بقى إيه؟ إن سين تقسم باء، يعني العناصر اللي هناخدها في سين تبقى اتنين تلاتة وخمس، عشان دول يتقسموا عليهم يقبلوا الاسم. يبقى إذا صاد هتساوي بقية العناصر، لأن هو قال نون سين بتلاتة، وكمان قال لي النون سين في صاد ب12، يعني صاد فيها كم عنصر؟ اما اضرب 3 في كم يجي 12؟ 4، يبقى دي فيها 4 عناصر، الا 4 اللي عندي اللي هم هيكونوا 11 14 9 35. تمام، دول الاربع عناصر، اهو تجد ال 2 يقسم 14، 3 تقسم 9، 5 تقسم 35، وال 11 دي ما فيش حاجه تقسم. أوجد كل من سين وصاد، ثم اكتب بين عين وأوجد المدى، يبقى نجيب العين باء ألف تقسيم باء بتساوي اتنين ومين؟ وأربعتاشر، الاتنين مش تقسم إلا 14. طيب التلاتة تقسم مين؟ 9، الخمسة تقسم مين؟ 35، بس كده، دي البيان. طيب هتبقى دالة؟ أيوه هي دالة. المدى بتاعها؟ المدى اللي هو 14 و9 و35، بدلنا مداها يساوي 14 9 35. آخر سؤال، إذا كانت عين دالة من سين إلى صاد حيث ألف عين باء تعني ألف مضاعف باء، لكل ألف تنتمي لسين وباء تنتمي إلى صاد، وإذا كانت من سين بأربعة ونون صاد بتساوي 2، فأوجد كلا من سين وصاد ثم اكتب بيان الدالة. يبقى لما ألف يكون مضاعف باء، يعني تقسم الباء، الألف على الباء تدي قسمة بدون باء، معنى الكلام ده ايه؟ دي الاتحاد على بعضه، يبقى نقول السين بتساوي الأربعة والتمانية والتسعة. ليه؟ هو بيقول إن نون سين بتساوي أربعة، يبقى و27 عدد تبقى الصاد بقى اللي هيضاعف ليا الاعداد ديت الاربعه والتسعه، التسعه تضاعف 27 والتسعه، والاربعه تضاعف 8 والاربعه. تمام الكلام، يبقى كده هو دي الاثنين. طب ثم كتبنا سين والصاد، يعني انت بتجيب السين اربع عناصر اللي هم الاربعه دول، المضاعفات بتاعتها اللي هي الاربعه والتسعه. طيب ثم اكتب بيان عين وأوجب المدى. البيان بقى عين هيساوي ايه؟ الأربعة مضاعفة تضاعف الأربعة، ومش هتضاعف التسعة، لكن الأربعة التمانية هتضاعف الأربعة، التمانية بتضاعف الأربعة، والتسعة بتضاعف التسعة، والـ27 بتضاعف التسعة، وبتضاعف والتسعة بتضاعف نفسها، والسبعة وعشرين بتضاعف نفسها. المدى يبقى إذا المدى اللي عندي هو
الأربعة والتسعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.